بتتأسس لهم مسؤول الاخرين ايه؟ اللي يكبل الحكومه هو 117 ايه. هو الوضعيه سهل اذا كان انا نحط 117 ونقول راني انا نصرف في الحكومه وانا هو اللي نسيرها تعمل ايه؟ حسب اوامري وحسب برنامج امكانيه. عندك برنامج واضح، كل وزير جاك باش تعطيه 4-5 اوراق باش تقول برمش يخدم على روحك ايه؟ والا عندك القدره باش تتابع عمل الوزارات وزاره بوزاره عاملين فمش حتى رئيس نجم يعملها. اذا كان انت تقول اعطوني انا الصلاحيات نتاع التسيير ومن بعد يجوك الوزراء يقولوا لك اعطيني شنو تحب تعمل، تو انت قانون مالي هكا تقول ما نعرفش اختار. كان لازم شو يعمل؟ ينحي 117 ينحي فصل 89 من الدستور اللي يجبر باش يتعدى على البرلمان باش يعين حكومه ويخلي دستور البلاد واقف. تو شنو مشكلك انت مع باب الحقوق والحريات والهيئات القضائيه والوعد؟ علاش تحي فيهم؟ جبت لنا مشكله في العالم وجبت لنا مشكله داخليه، نحي 89 وعين حكومه واختار وقول الحكومه هذه يا اما مش نستعين بها انا، اما راني مش فيق 8 تاع الصباح عندي دوسيات ما نقدرش نخدم والا راني مش نحط رئيس حكومه ونعطيه صلاحيه ويتحمل مسؤوليته. اما ما نخليوش رواحنا رئيس حكومة ما تطلب من رئاسة الجمهورية باش تعين مستشار إعلامي. معناها أنا شو نعيب عليا؟ ما تحطناش في ورطة ومن بعد النتيجة نحن نعرفه. والنتيجة أنه هو حشر رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية في مسألة الأقراض والقرض والاقتراض. بدو مانيغ أنه احنا ولينا ما عادش نجمو نرجعوا وما نجموش نفاوضوا. هل كان بالإمكان تعليق القروض هذه من اجل ترتيب البيت الداخلي؟ ينجم يمشي بيه وقت انت في 25 جويليه وجاوك العباد الكل واعطاوك الاراء نتاعهم وشنو هو الشروط باش يمشوا معاك؟ تفاوض معاهم. انا مش قاعد معاك، ما نعرفش انا كي يجيك سفير سعودي شنو تحكي معاه، ولا كي يجيك من الامارات، ولا كي يجيك من الولايات المتحده. انت رئيس الجمهوريه كي تقعد مع العباد عندك مفاوضات، هما شارطين شروط قبلتهم ما قبلتهمش في الاخر النتيجه هي اللي مهمه. اما ما نجيوش نستقبلوا الوفود هذيك الكل من بعد نقولوا للناس ما تتقلقوش على الفلوس، راه ثم 13500 مليار من عند رجال الاعمال، وراه ثم فلوس بن علي مش نجيبوها من برا، وراه ثم مفاوضات مع الامارات السعودي، ونجيك نهار 31 نقول لك لا ما ثمش شيء. يجي ما ثمش شيء باش نقعدوا نفرجوا على بعضنا. اعطينا السؤال الثاني. انا قلت راهو وهذا متربط بالسؤال الاولاني. انا توا مش صحيح راهو الجماعه اللي يحكوا على النظام القاعد يحكوا على النظام الجديد. لا مش صحيح. كي تشوف التابلو فاطمه بكله تلقاه كوبي كولي على النظام الايراني. شنو هو خاصية النظام الإيراني؟ عنده مرشد للثورة، عنده صلاحيات واسعة جدا القضائية والتنفيذية والتشريعية. باهي. هو الوحيد في العالم راهو يبدا رئيس عنده الكل. الثاني شنو الخاصية الثانية تاع النظام الإيراني؟ عندهم محاكم موازية، المحاكم الثورية اللي تنظر في قضايا الفساد. وتنظر في قضايا الخيانة والتجسس. هذه اللي عملها الرئيس توا. عندهم نظام قاعدي راهو في إيران، راهم ينتخبوا ممثلين محليين هما اللي يختاروا رئيس البلدية ويرسموا له السياسات نتاعو. راه مش صحيح بوجود النظام هذاك. شنو الخاصيه الرابعه اللي احنا ما عندناش في تونس ما نحكيوش عليها؟ هو الحرس الثوري اللي هو الجيش موازي للجيش الايراني، هذاك اللي بالامن نتاع البلاد والاخر امن النظام. انا ما عندي حتى مشكله يا فاطمه، هات نطرحوا على النقاش شنو مساوئ ومحاسن النظام وقت الايراني. مش وقته توا، شو المشكله؟ مش وقته توا. بالنسبه للوضع الدولي العام اللي سالتني على الجيوستراتيجي، راهو كل بلاد تدخل المفاوضات بالحجم نتاعها وبصلابتها الداخليه. ولكن ليس معروف على رئيس الجمهوريه قيس سعيد أستاذ، ليس معروف عليه أنه هو إيراني الهواء، ولكن بالنسبة للنظام القاعدي كان قبله سي الحزقي، قالوا في 2011 في أفريل أعطاني انترفيو قال البناء القاعدي يغزر كيفاش باش تكون ديمقراطية شفافة، يقول لك المعتمد والعمدة وغيره وحتى للوالي ينتخب محليا على الاسم. هاني قلت لك يا فاطمة أنا ما نهمنيش في الهواء ولا الناس انتماءات، أنا كي نحل الكتالوج نلقى رئيس الجمهورية طالب تو السلطة القضائية حب يشرف عليها، شو اللي عنده؟ تشريعية وتنفيذية وقضائية. نحل كتاب فماشي دولة رئيس عنده ثلاثة ميكرو يطلع لي كان مرشد الثورة هو الوحيد في العالم. واضح. كي نقول فماشي بلاد فيها محكمة موازية يطلع لي المحكمة الثورية، كي نقول فماشي نظام قاعدي المواطنين يختاروا السياسات للدولة يطلع لي النظام الإيراني. حيت نناقشوه شو مشكل؟ إذا كانوا به لتونس نعملوه، أما نعملوه في إطار حملة انتخابية ونعملوه في إطار حوار مش في إطار سياسة دولة. واضح.